بتقييمي للندوة الصحفية عملت أخطاء في الواحد، عملت أخطاء أني مثلا تصويرة ما ثبتش ماهيش واضحة، كنت نتصور أنه سمي عبد الحكيم بالحاج، ماهوش عبد الحكيم بالحاج، إيه ماهوش عبد الحكيم بالحاج، إيه ماهوش عبد الحكيم بالحاج. عملت خطأ آخر أني قلت قاع إيقافه في السين، عبد الحكيم بالحاج ما قاعش إيقافه في السين. هذه أخطاء نتاع صور نجدوا فيها من الإنترنت ومعلومات متناقضة، معلومات متناقضة، معلومات متناقضة. شقيقي سمير الطيب اللي هو تاج راسي واللي هو اللي رباني وعلمني نكون كريم ونكون واقف على سقايا، تاج راسي هذاك اسمه سمير الطيب، هو شقيقي نفس الأم ونفس البو. مين العقل دي باعتكو؟ مين العشاب محرفتو؟ عم تبيعوا الدم الناس بعدين وآخرها معكم يا صنع الفنان. خلوا عن هالوطن، خلوا عنا